السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حمد سالم. اليوم يا جماعة في ليفل أب راح أخذ، خلينا نسميه جزئية صغيرة، وراح نحاول قدر الإمكان أشرحها. وهالمرة راح أكتب الكود معكم. يس، هذه المرة أنا راح أكتب الكود معكم، راح أبلش بستارتر، بعدين راح أحاول قدر الإمكان من خلال الكود أشرح لكم الفكرة، فكرة الكود إيش بيشتغل وإيش بيسوي وكيف راح تستفيد منه جوا السكرابرز اللي عملتهم سابقا. طبعا جماعة اللي ناس لأول مرة موجودين على القناة أو هذا الفيديو أول مرة، أنا بنصحكم تروحوا تشوفوا بقية الفيديوهات السابقة على موضوع السكرابينج. السكرابينج هي مهارة أنا بحاول قدر الإمكان إني أروج لها على اليوتيوب، خصوصا اليوتيوب العربي، على أساس إنها مهارة كثير كثير مهمة راح تساعدك كديفلوبر وتساعدك حتى إنك تصير تفكر بطريقة شوي مختلفة. لازم أروج لهذا الموضوع، بس بصراحة من أكثر من الفيدباك اللي وصلتني على الكورس الحمد لله، يعني هذا أول شيء بفضل رب العالمين وبفضل الناس الموجودين جوا. أنا ما بهمنيش اليوم أبيع الكورس لمية طالب وأستعرض في هذا الكلام، أنا بهمني يعني شفتوا الست الموجودين هذولا كلهم استفادوا، أنا بالنسبة لي هيك حققت هدفي. فجماعة زي ما أنتم شايفين أنا عندي كورس، الكورس اسمه How to Build SaaS B2B Startup with Flask. بدخل في فكرة بناء المنتج وبنتهي بمنتج نهائي مبني على موضوع السكرابينج ومبني على كيف تأخذ خدمة أو سكريبت وتعمل منه ساس برودكت يعني جاهز إنه الكلاينت يشتغلوا فيه. تمام، زي ما أنتم شايفين هاي الكورس ادخلوا عليه إذا مهتمين في موضوع السكرابينج ومهتمين إنكم تأخذوا هاي الفكرة أو فكرة السكرابينج تتقدموا فيها أكثر. طيب أنا اليوم الجماعة راح أستعرض معكم فكرة كثير كثير بسيطة، طبعا على مشروع سوق سكرابر. ياي صار عندنا 5 ستارز، كويس مليح، 15 فورك، 15 واحد ماخذ الكود ولا عاملين مش ستار. يا جماعة عملوا لي ستار، لا بمزح. طيب اليوم أنا راح أخذ فكرة معينة اللي هي موضوع أكثر من حد سألني عليها. قال حمزة طيب أوكي، إحنا اليوم سحبنا الإيمج، بس إحنا سحبناها سترينج، لسه الإيمج موجودة على الموقع الفلاني مثلا، موقع وات إيفر. اليوم أنا وياكم راح أعمل إيمج داونلودر. طيب الإيمج داونلودر اللي أنا راح أخذه، طبعا هاي الكود زي ما أنتم شايفينه بسيط، بس فكرتنا اليوم أنا راح أعمله إيش؟ دايناميك. تمام، خلينا نشوف بايثون أونلاين. أوكي وين أنا موجود؟ هنا، يس، بايثون أونلاين. طبعا جماعة سامحوني إذا راح أكون ما راح أعمل إيديت، فعشان هيك راح أكتب معاكم وراح تشوفوني هيك قديش أنا بطيء في الكتابة. طيب أنا بستخدم هاي التول على أساس أنه نشتغل عليها أونلاين. طبعا زي ما أنتم شايفين الكود بسيط جدا. أنا اليوم باخذ رابط اللي هو إحنا عادة نعمله سكراب ومننزله. طيب حلو، هاي هيك احلى شيء انه ون بيس ولا اشي، طبعا بتابعوا انمي هسه بصيروا نطوا معي. طيب اوكي، انا باقي اعمل سكراب لموقع انمي، فكرة حلوة. اوكي طيب انا اليوم راح اعمله بسيط جدا يا جماعة، انا بدي اخذ هذا الكود واعمله دايناميك. بس كيف بدي اعمله دايناميك؟ خلينا نفكر في فكرة. طيب بدي اروح على سوق سكرابر واخذ لي اري مثلا، في اري، حلو، هاي في عندي اري هنا، شوفوا عندي مثلا هاي array of data، بدي اعمل تحميل لكل الصور الموجودة هنا. هيك الداتا انت المفروض تستلمها. تمام، خلينا مثلا نسميها array equal، حلو. طيب هيك انا صار عندي array. طيب ايش بدك تسوي جوا الاري؟ بدنا نسوي for loop i n array. طبعا هيك الفور لوب على البايثون، هاي السنتكس تبعها، وبدنا نظبط الايدنتيشن. طيب هيك احنا صار عندنا فور لوب راح تتكرر 5 مرات. طيب ايش بدنا كمان؟ بدنا نغير اللي هو الرابط للرابط الداخلي. طيب الرابط ايش بده يكون؟ بده اي، ولان احنا جوا array اصلا بدي طيب ايش اللي انا بدي اسحبه؟ اسمه image، فانا بدي اسحب image. حلو، طيب خليني اعمل run. لاحظوا الداتا نزلت، اوكي الداتا بتتغير. حلو، وصلت الفكرة يا جماعة صح؟ انا ما غيرت الاسم
فكل الداتا قاعدة بتنزل وبتتسيب فوق بعضها. فبدنا نغير هذا، ايش بدنا نسميه؟ خلينا نسميه باسم المنتج نفسه. فخليني اعمله، ما بعرف اذا رح ياخذه as a string مباشرة. ايش في عندي؟ name، واعمل له بلس وامحي هذا الاشي. طيب هسه هن كلهن جي بي جي، المفروض اعمل run. حلو، هي بلش ينزل. فزي ما انتم شايفين يا جماعه اليوم سكريبت بسيط جدا. فانا اللي عملته اني اخذت المجموعه هاي من الداتا او الاري هاي من الداتا ونزلت الصور تبعتهم. خلينا نتاكد ان الصور نازلات كلهن. حلو، هاي الصور كلهم موجوده زي ما انتم شايفين. هاي الكود يا جماعه بسيط جدا، راح احاول قدر الامكان، يعني ما بعرف ايش ممكن مع هيك المفروض اعملها دايناميك. بدي اجرب معكم بعض الاشياء. لو بسويها بي ان جي بنزلها، لان الصور الاولانيه كانت جي بي جي. خلينا نشوف بي ان جي. حلو، كمان بغير لك السنتكس تبعها. حلو، فانت اليوم تقدر تتحكم في حتى في نوع الصوره، مش بس انك انت بتنزل الصوره. فانت فعليا اللايبرري هاي بتاخذ لك الصور نفسه. حلو، جميل جدا، جميل جميل. وبتقدر تعمل داونلود من هنا او تشتغل على اللوكال كمبيوتر as you want. اوكي، طيب زي ما انتم شايفين هنا بدي اعمل شغله ثانيه، بدي اجرب شغله ثانيه، بدي اعمل ايمج. بدي اشوف اذا بقدر يكريت فولدر. انا قاعد بجرب يا جماعه، اوكي الفكره من الفيديو الاول الاصليه وصلت، بس بدي اتاكد هل راح يعمل فولدر اسمه ايمج. اه حلو، ما عمل. ليش؟ اخذ. طب اوكي خليني اشوف مره ثانيه. اخذ فيها لانه لانه فيها فراغ. حلو 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 حلو. طب بدي اتاكد منها اذا بقدر اشيل الفراغ من هاي. طب بديش اشيل الفراغ، بس بدي اتاكد انه بقدر يكريت ملف، يعني بقدر يكريت الفولدر. بس بدي اتاكد انه بعمل بكريت الفولدر. خلينا هيك بس اجرب. حلو، ما كريت الفولدر. ليش؟ اوكي اوكي ماي باد. الفيديو لازم يكون خلص قبل دقيقه. بس يا جماعه هاي الفكره اللي انا حبيت استعرضها معاكم، لانه اكثر من حد سالني وقال لي حمزه كيف نسوي هذا الشيء. يا جماعه هاي الكود كثير كثير بسيط جدا. خذوا كوبي بيست. طبعا هاي انا راح احط لكم اياه ان شاء الله في الديسكربشن. خذوه واشتغل عليه مباشره. وبس يا جماعه، واذا حسيت انك انت استفدت من هذا الفيديو او من هاي البلاي ليست ان جنرال، حط لايك عليها، شيرها مع الناس اللي ممكن تستفيد منها. وبس، وزي ما قلت لكم الكورس يا جماعه هي موجود، راح احط لكم رابط، وراح احط في هذا الفيديو خصوصا رابط لخصم لهذا الفيديو بس للناس اللي تابعت هذا الفيديو. وبس، يعطيكم الف عافيه.